لهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول أنا بظلام للعبيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع من يشفع شفاعة
حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاء
جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن مع الله في سبحات الفكر مع الله في لمحات البصر مع الله في زفرات الحشر. توشك العين تغيب والبحيرات تجف بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف ذا يجيء الأمر رأسا ذا يدور أو يلف والصغير قد
والكبير لا يعف والكبير لا يعف. والبحيرات تجف، بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف والشباك تختلف. والإمام قد يسف والصغير لا يسف والصغير لا يسف والصغير لا يسف. والثياب قد تصون والثياب قد تشف والثياب قد تشف. توشك العين تغيظ والبحيرات تجف، بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف والشباك تختلف. والبغي قد تداري سمها وتلتحف سمها وتلتحف سمها وتلتحف. والشتات لا يزال يتلف ويختلف يأتلف ويختلف. والشباك تختلف. والخطيب لا يزال بالعقول يستخف بالعقول يستخف بالعقول يستخف. والقلوب لا تزال للشمال تنحرف للشمال تنحرف. توشك العين تغيظ والبحيرات تجف، بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف والشباك تختلف. والصغير بات يدري كيف توكل الكتف كيف توكل الكتف كيف توكل الكتف. لا تخادع يا صديقي بالحقيقة اعترف بالحقيقة اعترف. الأصمعي الأصمعي والفتى العاشق يروى أن الأصمعي صاحب القصيدة الشهيرة صوت صفير البلبل. بينما كان يسير في البادية مر بحجر كبير قد كتب عليه: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ قال الأصمعي، فكتبت تحته: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. ثم عدت في اليوم التالي فوجدت مكتوبا تحت ما كتبت: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع يتقطع.
تسمعي، فكتبت: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له شيء سوى الموت ينفعه. فعدت في اليوم الثالث فوجدت شابا ملقا تحت الحجر ميتا، وقد كتب تحت ما كتبت: سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى من كان بالوصل يمنع. قال الأصمعي فكتبت تحت ما كتب: هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرع. مشكلة، هذه متبة المشكلة، هذه كارثة المشكلة. اسمع أخي، اسمع حبيبي. غير سواك فأجر ضعيفا يحتمل بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفل شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالك قطرة لنداك. صراحة قطرة سمعت دابا مبغيش شي كيحرك لي شي حوايج كيبكيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والبركات والأنوار
والمسرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم وأن نكون وإياكم بالخير. أحبكم في الله جميعا. اليوم لقاء عظيم سيكون بين المغاربة والجزائري. يعني وسائل التواصل تعج بالمشادات الكلامية أو بالمواقف ربما التي فيها مواقف ضحك أو ربما أحيانا تشوز عند بعض الصبية أو بعض غير العقلاء إلى العصبية، وربما الأمور التي هي خارجة على إطار الأخوة والمحبة. وهذه الفئة موجودة نادرة شرذمة عندنا وعندكم، لا نلتفت إليها صراحة، لا يمكن كل الناس يكونوا سواء أبدا، عقلاء جميعا مستحيل. لكن الغالب أن الشعب المغربي مع الشعب الجزائري إخوة خاوة حتى الموت، ويحبون بعضهم بعضا. هذه كرة بفضل الله تعالى تفرق بل تجمع كسائر أنشطة بفضل الله تعالى ورياضة بإذن الله جل وعلا. هذه إن جمعت لا تفرق بإذن الله عز وجل. نعم تبقى المباراة ربما لها طابعها وخاصيتها، خاصة في الظرفية الراهنة التي هي بين الحكومات عادي جدا، لكن الشعب كشعب هي أصلا دائما حتى وإن كانت أمور جيدة وطيبة بين الجزائر والمغرب فتبقى الندية بحكم الجوار، كما نرى بين الوداد والرجاء مثلا هذه تبقى دائما الندية. لما عبر التاريخ لما يلتقي المنتخب الجزائري المغربي تكون هذه كما يقول معركة حميد وقيس، يعني فيها قوة عادي جدا لا تخرج عن إطار الرياضة إن شاء الله تعالى، ونصفق أو نهتف أو نبارك للفائز سواء كان مغربيا أو جزائريا. إن فاز المغرب سنشجعه حتى النهاية، إن فاز الجزائري سنبقى نشجعه بإذن حتى النهاية كما حصل في كأس أفريقيا. فرح المغاربة وخرجوا للشارع يهتفون براية الجزائر ويفرحون بها، بل وحينما فاز بالكأس ربما كنا نحمد الله نشاركهم الفرح، وهذا رأوا الناس جميع المغاربة كيف استبشروا خيرا وفرحوا من أعماقهم والبيوت بالجزائر، لأن هناك دم يربط المغرب مع الجزائر، هناك أسر جزائرية في المغرب وأسر مغربية في الجزائر، فلا يمكن للسياسة أو لنعرف القبلية والجاهلية أنها تغير هذا الأمر أو يعني تحول الخير إلى شر أبدا. لهذا أحبتي اليوم إن شاء الله نتبع هذه المقابلة، وما عدناش أذن ضرة لحقد أو كراهية للجزائر ولا المغرب، بالعكس نحب هذا ونحب هذا، تبقى الندية تبقى الندية كما عندنا في المغرب تكون لعبة للوداد والرجاء، كتلقى في البيت الواحد الأب مثلا ودادي الأم رجاوية، الأب منهم الودادي منهم الرجاوي، وتحت تلفازة وحدة وفي صالون واحد والكل يهتف والكل يشجع هنا، فلما ينتهي أكيد يكون شوط الغضب هنا أو لهنا أحيانا عند بعض الناس الذين يتعصبون أكثر وعندهم يعني حب قوي جدا للفريق، لكن في النهاية الكل يبدأ يضحك مع الآخر وتبقى المحبة. ما يتغير البيت ولا يتغير الأب ولا يتغير الأبناء، هذا هو الواقع. الجزائر حب فيه كبير والمغرب فيه كذا كبير، فيه حب كبير. قد تكون بعض الأشياء داخلة في تهضم مع الكرة، سواء كيف ماذا كانت النتيجة قوية كبيرة أو صغيرة سواء لها الطرف أو الطرف، الأمور من الآن يستعد لها نفسيا وعادي. قد يكون اليوم يوم الجزائر فتفوز انتصارا كبيرا، وقد يكون اليوم يوم المغاربة فيفوزون في انتصارا كبيرا، وقد تكون المباراة متساوية ويكون الفوز بنسبة طائلة في بشكل يسير عادي جدا. هذه كلها أمور واردة، لكن الأصل فيها أن نبقى محبة أخوة مودة صدق وصبر إلينا إن شاء الله تعالى، ونتابع بإذن المقابلة ونحن مرتاحين لأن خاوة بإذن الله عز وجل. هذا هو اللي خصنا أن دائما نحطه فوقنا، خاوة بإذن الله سبحانه وتعالى. فنحبكم في الله جل وعلا، وأنتم كذلك نعلم أنكم تحبون في الله سبحانه وتعالى، وهذا خير. الحمد لله رب العالمين، الله يجزكم بخير، الله أسأل الله تعالى يعز المغرب ويعز الجزائر ويرفع الخير في المغرب والخير في الجزائر، وتكون البركة بإذن الله في الخير في الجزائر، وتفتح الحدود إن شاء الله برا وجوا إن شاء الله، وتزداد المحبة والألفة بين أهل المغرب والجزائر إن شاء الله تعالى. كما
اوكي شنو هي دي؟ قالت كيما احنا المولودية يعني كلب موت الجزائر كلب اسماء كلب ماشي نعم في كل البلاصة هذا الشيء. نخبركم التي ولا لا الشياطين جين زعما كاين عارف النتيجة يلا عندك تكهنوا دابا ولا شنو؟ شكون اللي عارف النتيجة يلا يخبرنا يلا شحال المغرب يربح ولا يخسر؟ المغرب يربح ولا يخسر؟ يلا المغرب يربح ولا يخسر؟ دابا عندكم في العالم ديالكم العبوس لا يلا الله 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 كأنه هو فهمت كيف؟ كأنه يلا مستعان. شكون اللي جزائري؟ شكون اللي غيشجع الجزائر؟ شكون اللي غيشجع المغرب؟ يلا من منكم يشجعوا الجزائر ومن منكم يشجعوا المغرب؟ اللي كيشجع الجزائر يدير رايد الجزائر او يكتب جزائر، واللي كيشجع المغرب يمد العلم المغرب او يكتب مغرب. الجزائر والمغرب الجزائر والمغرب اليوم في البث المباشر بارطاجيو وكتبوا بث مباشر الجزائر المغرب والجزائر وكتبوا الجزائر والمغرب كتبوها في العنوان ديال البث ان شاء الله وبارطاجيو مع الناس باذن الله تعالى. انا التحق ان شاء الله الان بعد قليل بالبيت باذن الله عز وجل. اسال الله تعالى يسعدنا ويسعدكم ويكرمكم ان شاء الله تعالى. سالتحق بالبيت ومع قبل الانطلاق بعشر دقائق ان شاء الله لانه يكون مع الدنيا مفهوم يعني يبقى لي هو الغيب ان شاء الله تعالى. غادي نكون معكم في البث المباشر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. بغيتكم تكونوا معنا ان شاء الله تعالى ونتفرجوا جميع ان شاء الله تعالى. شوفوا الجزائريين والجزائريات والمغاربة أيضا بإذن الله تعالى. يا الله طيب نخليكم ان شاء الله عز وجل وصلت ان شاء الله للدار باذن الله تعالى. اعطيني غير واحد نصف ساعه ان شاء الله الحين نقرب الماتش ونسحقوا جميعا جلسه مغربيه نريحوا باذن الله تعالى. مرحبا بكم مع الشاي المغربي باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله.